مجانين؟ أقسمت منهم؟ لا لازم أروح المعمل، لازم أخذ حنان معي. أكيد حنان هي اللي خبرت أبو سامي. ألو أطفية، يعطيك العافية. عم حكيك من معمل أبو سامي لتهنئة طريق درعا. بعد مفرق دير علي بالضبط. يا أخ، في حريقة بالمعمل وأنا ومعلم حاصرين. الله يخليك عجلوا شوي. أنا اسمي نبيل الصاحب. نبيل الصاحب. ليك يا اخ، انا شاكك بوحده مره يمكن هي تكون الفاعله، ويمكن هربت قبل شوي. الله معك. يا رب تخطف يا رب. يا رب دخيلك يا رب. يا رب حنان هي وابنها جوا. في عنا معلومات انه وحده حرقت المعمل وهربت. حنان مستحيل تعمل هيك. مين حنان؟ بكره الصبح الساعة 8 بتكون عندي بالمركز. يا عماد خذ عنوانه ورقم تليفونه. على طريقك. لا ولا شو هاد يا ابو الخير؟ مصيبة يا هشام، مصيبة. مين حضرتك؟ انا هشام محاسب المصنع.
تحمل يا ماما، تحمل شوي. تعبت كثير يا ماما، خلينا نرجع على البيت. يا حبيبي ما عاد عندنا بيت. مو قادره امشي يا ماما. معلش حبيبي، معلش. زلوا شباب. صدقوني أنا ما عملت شيء. بصدقينك يا بنتي، بصدقينك. بس يعني بدك تضلك هيك هربانة؟ طيب شو أعمل؟ هلا الشرطة عم تدور عليكي، إلا ما يوصلوا يسألوا عنك هون، نحن ما بنقدر نخبيكي عنهم. أنتم مو مصدقيني؟ لا، هذا عهد للرب، نحن ما بنخبي عنا حدا هربان من العدالة. بس أنا ما عملت شيء، ما عملت شيء. نحن مصدقينك، مصدقينك، بس طالما أنت مو عاملة شيء، ليش حتى تخبي؟ الحق إلا ما يظهر بالنهاية. يعني سلمي حالك للشرطة واحكي لهم كل شيء. وهلأ يا بنتي قومي ارتاحي ونامي، والصباح رباح. قومي. سيدي لقينا جستين متفحمين، واحدة عرفنا من خلال البلاغ والثبوتيات أنها بتعود لصاحب المعمل المدعو عماد خباز. نعم سيدي، وتبين أنه مقتول قبل ما ينحرق ومسروق مصاري من الصندوق. نعم سيدي. والثانية سيدي من كتر ما متفحمة ما في أي شيء بدل عليها، بس بعتقد نعم سيدي أنه لنبيل الصاحب، هذا اللي خبرنا عن الحريق وقال أنه محاصر بالنار هو صاحب المعمل. نعم سيدي. والشبهة حاليا محصورة بوحدة اسمها حنان. طبعا سيدي، من امبارح بالليل سيارة الدوريات للبحث عنها وإلقاء القبض عليها. طبعا سيدي. حاضر سيدي، حاضر. احترامي. نعم سيدي. دخلي لي ناطرين برا وبعث لي احمد فورا. حاضر. تعرف هالمفاتيح لمين؟ هدول مفاتيح نبيل سيدي. نبيل الصاحب؟ هو بذاته سيدي. شو يا سيدي هشام؟ مزبوط سيدي، هن بذاتهم. معناتها الجثة الثانية فعلا لنبيل الصاحب.
بتعرفوا انه هو اللي خبرنا على الحريق؟ مسكين، الله يرحمه. بجوز تكون جثه الختيار سيدي. الختيار ما عاد اجا من وقت ما قلعوا ابو سامي، الله يرحمه ما عاد اجا على المعمل. احكوا معي، مين هذا الختيار اللي عم تحكوا عنه؟ سيدي هذا واحد متشرد كانت تنيمه حنان بالمعمل من ورانا، وتخانقت مع ابو سامي الله يرحمه مشانه، وهددت بحرق المصنع. عظيم، مزبوط الحكي يا ابو الخير. سيدي انا ما كنت موجود. كيف ما كنت موجود؟ سيدي انا ما كنت موجود لما انحكى هالحكي، ولا بعمري سمعت حكيت هالحكي. سيدي ابو سامي الله يرحمه قال بينحرق المعمل، قالت له بينحرق. شو رايك باللي عم تسمعه يا ابو الخير؟ سيدي انا لا شفت شيء ولا سمعت شيء، واللي حكيت لك يا كله تمام سيدي. طيب روحوا الله معكم. احترامي سيدي. لازم نلاقي اللي اسمه حنان. لك يا ظالم، مو حرام عليك تبقي هالمرة المسكينة؟ أنا ماني ظالم، أنا قلت اللي سمعته. بعدين نبيل قبل ما ينحرق قال له شاف وحدة هربانة. طب مين في غيرها بالمعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو بدك تساوي بحالك أنت؟ ما بعرف، ما بعرف. مرحبا. أهلين فؤاد. الشرطة مالية الطريق، قال عم يسألوا عن وحدة. لوين؟ بدي أروح أخذ بنتي وأمشي. عم بقول لك الشرطة معبية الدنيا. طب شو أعمل بحالي؟ الصبر. مالك إلا الصبر يا بنتي. لا تكون هي هي. أنا أقنعتها تسلم حالها. إيه بس هلا الشرطة رح تيجي تسأل عنا هون. رح تخلي الولد هون. هي أكيد بريئة. ورح ترجع لعنا بعد كم يوم، وعلى أولى تركة بنتها عند الجيران. روح جيب لياها؟ لا أصحك، بعدين بتلحقك شرطة لهون منبين كأنه نحن اللي سلمناها. مسكينة فعلا. بس مين ممكن يعمل هيك عملية؟ ما بعرف. معقول يكون قضاء وقدر؟ ما بعرف، بس هي عم تقول إنه سمعت الشرطة عم بيحكوا إنه في جريمة قتل صارت قبل الحريق وجريمة سرقة كمان. إلا ما تكون شاكة بحدا رح أسألها. لا فؤاد هلأ ما تسألها، خليها ترتاح هلأ وبعدين بسألها على رواق. طيب وإذا إجت الشرطة؟ ما رح أفتح الباب. روح هلأ على شغلك. حاضر. بس بالأخير يا بنتي لازم تسلمي حالك. قطعت برزقنا لك قطع عمرا بين نسوان. حرام عليك، يحرم جلد عن عظمه. مو معقول حنان تعمل كل هالشي. مو معقول؟ طيب وينها؟ ليش لا تهرب ما دام ما العلاقة بكل العمال السودة هي؟ ما بقدر اقول لك شي. نحن شو رح يصير فينا؟ ما قلت لك نقطع رزقنا؟ اهله لأب سامي ما بينوا. اخته بحمص لمدرية رح تجيه جلطة، وابنه سامي المسكين كان بلا ام صار بلا ام وبلا اب. ابو الخير اعمل حسابك تطلع معي على حمص مشان الجنازي. ما بدي روح لمحل، الله يرحمه. يعني نبيل
بعت لي عندك شوكت. شوكت؟ مين هذا شوكت؟ مو حضرتك شوكت المحمود؟ ايه. بعت لي عندك شوكت ابن عمك. اهلا وسهلا، امور؟ بركي بتقدر تساعدني. معك مصاري؟ يعني شو يعني هاي؟ معك ولا ما معك مثل كل المصايب اللي بعت لي اياهم هذا شوكت افندي؟ معي. خذ خذ وسكر الباب وراك. نعم كنت هون. تقدر تساعدني؟ بشو؟ بدي سافر. ولوين؟ لوين ما كان، بدي اركب الطيارة وبعد. حبيبي المطار مسكر. شو يعني؟ هلا انت شو بدك مني؟ قلت لك بدي سافر. انا شو دخلني بهالقصة؟ بعتني شوكت ابن عمك. شوكت ما بعتلي للمصايب. لو ما تأخر سفر الباخرة لبكرة الصبح ما كنت تصبحت بوشك اليوم. يعني ما راح تساعدني؟ لشوف شو راح اقدر اعمل. بس المشكلة انه ما في وقت لزبط لك السفرة. ايه انا اللي هو انا صار لي شهر عجز لروح على مصر بالباخرة. سافر معك. يا حبيبي عم اقول لك صار لي شهر حاجز ما بقي محلات. شو يعني؟ كل اللي بقدر بعمل لك اياه هلا انك تستنى هون بالبيت لبين ما سافر وارجع. وبدك تدفع اجرة القعدة هون سلف شهرين. شو شهرين ما شهرين؟ بدك تغيب شهرين؟ حبيبي شو لك عندي؟ عندي شقفة ارض بمصر بدي روح بيعها. لا يا جودات شهرين؟ هلا بدك تدبرني رأسا قبل ما تسافر. روي روي روق روق لشوف شو بقدر بعمل لك. بشو سارح ابو الخير؟ بشو بدي اسرح يعني؟ من وقت ما كنت صغير وأنا عم شوف بنومي ماسك رجلي وعم بضرب حالي فيها. والله كنت مرضي لأمي وأبي، لا اعتراض على حكم الله. شلون بدي لاقي شغل وأنا بهالحالة هي؟ أحسن شي نحمل ضرب طريقنا وناخد أغراضنا ونهج على الضيعة. إيه؟ شو بدنا نعمل بالضيعة؟ في قطعة هالأرض الله بيعيننا عليها. الله بيعيننا. بعد كم يوم مننقل ومنكون عرفنا أخبار المسكينة أم جابر. شو بدنا فيها؟ بعدين الشرطة عم تدور عليها بلا ما تورطنا بشي قصة معها. حرام، أكيد هي ما دخلها باللي صار. الخزنة مسروقة. معقول الختيار هو يلي؟ أصلاً الختيار ما أجب هديك الليلة، هي تحججت فيه من شان تروح. حتى جابر كانت بدها تتركه عنا. هلأ شو بدك؟ بقيان معنا شوي من راتبك يادوا بيكفونا لننقل اغراضنا على الضيعة. والصغيرة بنت ام جابر شو بها؟ بناخدها معنا؟ ايه نحنا يادوب مدبرين حالنا ببناتنا، لسه بدنا نحمل همها. شو يعني؟ لا تخاف انا بدبرها. شو ها؟ يخرب بيتك يا نبيل شو ها؟ شو عم سوي هون؟ انا رفيق واحد كان يشتغل هون. شو اللي صاير؟ واحدة قتلت صاحب المعمل وسرقت الخزنة وحرقت المعمل ومات عامل اسمه نبيل. نبيل مات؟ اتفحمت جسده بالحريق. مين هاي المجرمة؟ واحدة كانت تشتغل هون اسمها حنان، تعرفها شي؟ لا ما بعرفها ولا بعمري شفتها. الله يرحمك يا نبيل كادر فيه. شو؟ عمول الله يرحمه. العمر لك، بس إذا عرفت أي معلومات عن المدعوة حنان العبدالله لازم تخبرنا فورنا. ايه أكيد أكيد طبعاً.